صور بالسجن؟ صور بالسجن؟ لا مش شايفة لغاية الآن. أوه هاي، أنت أعرف هاي الصورة مين؟ هذا أنا؟ هذا أنت يا مجد. لا مش آه هيك. لا، إيش؟ الأخوات زهرة ولمياء، من أجمل التحيات، ما أجمل التحيات. اثنين وعشرين 22 اثنين 89. بالضبط، عيد ميلادك السنة. هذا عمر سنوات طويلة ولسه منحكي بأيام الماضي. دور أمي بالانتفاضة الأولى كان بالنسبة لي زي بازل. دائما عندي فضول، بس دائما يكون صعب. لما تسألي حدا مر بهيك ظروف، تطلب منهم إنهم يعيشوا المرحلة كمان مرة. ال67 كانت البداية. وبدت الحرب والاحتلال الإسرائيلي. بهداك الوقت كان الاحتلال موجود في الشوارع. سيارات الجيش باستمرار موجودة في كل أزقة البلد. سنة 69 كنا في المدرسة الابتدائية، والمدرسة مش كتير بعيدة عن بيتنا. أنا كنت حوالي 8 سنين. كان شهر 10 وكنا في نسميها الفرصة، هاي الساعة 10 يطلعونا بالفرصة. سمعنا صوت تفجيرات كبيرة. قلق المديرة على الوضع خلاها تبعت الأذنة المدرسة تسأل شو السبب. رجعت قالت للمديرة بيت إبراهيم عايش هدوه اليهود. طبعاً الأذنة ما بتعرف أنا بنت إبراهيم عايش وإلي 4 خوات في المدرسة. شفنا كيف بيتنا مهدود من النص. بذكر عيون أبوي قديش كانت حزينة. أعتقد هذه المسائل زرعت عندي يعني العداء إلى الاحتلال. This is what the occupation is all about. There are two sets of laws here. Jews live under Israeli civilian justice. Arabs are under the thumb of the military, second-class citizens in their own land.
Palestinians aren't allowed to compete with Israeli enterprise. They can't even grow or sell vegetables without a permit. Arabs can't travel into Israel or abroad without a permit. And they can't carry weapons as Israeli civilians do. Every day, Arabs are arrested for resisting the occupation. This can happen anytime, anywhere, and often. يعني تكريس واقع الاحتلال بكل معنى الكلمة. إسرائيل كانت مسيطرة على كل مناحي حياتنا. المدارس كانت تابعة للإدارة المدنية بهذيك الفترة، وحتى يمكن المناهج كان مكتوب تحت الإدارة المدنية إذا بتذكر يعني. في مرحلة الثانوية أعتقد الأمور بلشت شوي تصير أوضح بالنسبة لإلي. في خلاص واحد من هذا الإشي، الخلاص هو بدنا نخلص من الاحتلال. الخلاص من الاحتلال مش معناته خنوعنا وإنه كل واحد يخاف ويقعد في بيته. تقدمت وطلع لي أدرس منحة في بلغاريا، وكانت فرصة لإلي إنه أتعرف أكثر بشكل كتير حر على الفلسطينية من سوريا، من لبنان، من الأردن. دائماً كان يجمعنا هم واحد اللي هو قضيتنا الفلسطينية. تعرفت على جمال زقوت، هو من غزة، كان رئيس الاتحاد الطلاب لفترة ودائماً نشيط. لفت انتباهي نشاطها وحيويتها ووطنيتها واستعدادها للعمل من أجل فلسطين بشكل مميز. أنا تخرجت ورجعت على رام الله. مباشرة اتفقنا على الزواج. كان عند أهلي في مشكلة واحدة، إنه هو زي ما بيقولوها خريجي حبوس، يعني إحنا بدنا إياك تعيشي حياتك يعني الطبيعية. فقلت لهم هذا سبب أول إنه أنا بدي أتزوجه. خيارنا واحد هو مقاومة هذا الاحتلال. قولوا البيجن وشارون، قولوا البيجن وشارون، احنا عليكم منتصرون. بهذيك الفترة بلشت تتبلور التنظيمات الفلسطينية. كان من شباب وشابات من الجبهة الديمقراطية ملفتين للنظر. كان تركيز على تقوية النساء في كل مجالات المشاركة السياسية. يعني بهديك الفترة طبعاً كان في عقوبات على كل نشاط بنعمل تقريباً. كان مجرد الانتماء لاتحاد طلابي هذا جريمة. كنا قاعدين بالبيت أنا وجمال، الدنيا برد وعصوبة ومناكل زعتر وزيت ومنسخن خبز. شعرت أن المنطقة يعني وضعها غير طبيعي. شعرت بأنها مراقبة من قبل يعني الأمن الإسرائيلي. ولذلك كنت يعني أرغب بالمغادرة السريعة للمنزل. ولكن يعني قبل أن نغادر دخلت قوات الأمن الإسرائيلية. حاصروني
كلبشوني حطوني بالسيارة. العقوبات كانت شديدة بفترتها، إلهم إلها علاقة نوع من ترهيب الناس. استمر التحقيق معي حوالي أسبوعين. انتركت فترة طويلة مربوطة بالكرسي بطريقة مزعجة لعدة أيام. خبرتهم أنا من البداية إنه أنا في بداية حمل، وقالوا ما بفرق معنا امرأة شاب حامل مش حامل، أنت بالنسبة إلنا مخربة. بلش عندي نزيف. اليوم الخامس ربما من اعتقال نائلة ولا نعرف عنها شيئاً. هنا أنا قررت التحدي بصورة أخرى. הגיע אלינו ג'מאל זקוט, שהכרנו אותו, והוא הגיע למשרד שלנו בירושלים, הוא היה תושב עזה, והוא בא עם אישור מרופא שאשתו הייתה בהיריון, והוא אמר לנו שהיא נמצאת בחקירה. אז היה ברור שיש כאן דחיפות מאוד גדולה. השב"כ היה חלק ממכונה משומנת שהיה צריך לשבור את רוחם של המתקוממים. היו לי קשרים עם עיתונאים בעיתון חדשות, אחד מהם היה אורן כהן. ניסיתי לבדוק את הסיפור הזה, הרמתי טלפון דובר המשטרה וזה, והוא הכחיש בכלל שקיימת כזאת אישה במתקני הכליאה שלהם, או שנמצאת בחקירה. בלילה בקור אז הוא שרה בחוץ. היה זה הלילה השלישי בחוץ והיה גשם חזק. בבוקר, כאשר בא שוטר לקחת אותה לחקירה מהחצר בה הייתה כבולה, השוטר גרר אותה כשהיא אינה מסוגלת לחוש ברגליה שהיו קפואות לחלוטין. הם התנו כל עזרה רפואית בהודעה של נאילה, שהיא הייתה חברה בחזית הדמוקרטית. אמרתי, מה, לא אכפת לי שהמשטרה מכחישה. אני לא שופט, אלה אומרים ככה ואלה אומרים ככה, אני אכתוב את זה. פעם ראשונה שראיתי שאחרי שאני כותב איזה משהו, עושים איזה מסיבת עיתונאים חפוזה מהיום למחר במשטרה, אני לא בדיוק זוכר את הזמנים, אבל כינסו את כל העיתונאים, עשו מסיבת עיתונאים גדולה ואמרו, הודיעו, כן, 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 יש כזאת אישה, אנחנו זה, אבל כשאמרנו שאין כזאת אישה, וכשאמרנו שהיא לא אצלנו, שהיא לא הפילה, לא שיקרנו, היא לא אצלנו אצל השב"כ, ואנחנו לא ידענו. ואכן זה קרה. أخيراً سمحوا إنه يعملوا لي عملية تنظيفات
ويأخذوني على المستشفى. وصلنا قبل نائلة. عن بعد تمكننا من رؤيتها مكبلة اليدين، وجهها شاحب، لم يسمح لنا بالحديث معها. أنا ونائلة يعني هي مشاعر مختلطة، هي مشاعر الألم لما تعرضت له، مشوب بالقلق على إمكانية هل سنكون قادرين على بناء أسرة، وحمل آخر أم لا. دائما كان هاجس إنه هذه اللحظة المفروض نكون إحنا مع بعض. ولكن بنفس الوقت كان عندنا شعور بالانتصار. كانت يعني هناك حملة إعلامية قوية، أخذنا نائلة من بين النياب السجان، كان يعني في عندي متناقضات، إن كان الفترة اللي قضيتها بالسجن هي فترة لن تنسى، وما بعد ذلك هو اللي كان عندي همي الأكبر. إحنا الأولى إنه نستمر في نضالنا ضد هذا الاحتلال. The Israeli-occupied Gaza Strip has been in ferment. The protests there, which originally erupted after four Palestinians were killed in a collision with an Israeli army lorry, continued today when three more Palestinians were shot dead by soldiers. Again today, all over the West Bank and Gaza Strip, young Palestinians rioted against Israeli occupation. It's been going on every day for 7 days, and there's no sign that it's going away. Life under Israeli occupation became too intolerable for the Palestinians to take. The land where they live has been under the control of Israel for 20 years. الهربة كانت جماهيرية بحتة، وكأنه إشي مرتب، لكن هي كانت كلياتها المسألة إجت بشكل سريع. For 10 days, Israeli troops have been in a high state of alert. Today, the Israelis say they shot dead two more demonstrators, bringing the number of deaths to 16. كان واضح تماماً بأن ما يحدث هو شيء مختلف. The unrest is now widespread throughout the occupied territories. Senior Israeli officers say it can no longer be defined as a wave of disturbances. They're calling it insurrection. كانت حالة توحد شاملة وقرار من كل أبناء الشعب الفلسطيني بأن وقت الكفاح الموحد والجماعي لإنهاء الاحتلال قد آن. كان لابد من يعني التأكيد على عنوان موحد يقود هذا الكفاح. إحنا كنا موجودين في بيت أحد الأصدقاء برام الله. جمال زوجي جاب ورقة وقلم وبلش يكتب.
لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة. تدعو القيادة الوطنية الموحدة، كافة لجان العمل الوطني، العمل على تصعيد الانتفاضة الشعبية الضافرة، وتدعو كافة جماهير شعبنا البواسل النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا السامية في العودة وتقرير المصير وبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة. 10/1/1988. تعرفت على جمال مائلة من خلال عملنا السياسي في الجبهة الديمقراطية. إجوا الرفاق جمال زقوت ومحمد اللبدي بقولوا لي شو اسمه، وزعنا هذا البيان اليوم، بيان عم بيحكي عن الحدث وموقع تحت القيادة الوطنية الموحدة. ما في قيادة وطنية موحدة عملياً، فقالوا لي إنه إحنا وزعنا بكل المناطق، لكن اليوم رح نحكي مع القوى كليتها إنه مشان تشكيل قيادة وطنية موحدة. أنا عملياً كنت منسقة للهيئة القيادية للجبهة الديمقراطية في داخل الوطن. تم التباحث مع فتح والجبهة الشعبية والحزب الشعب، واتفق مع الجميع إنه أوكي الاسم القيادة الوطنية الموحدة هو هذا الاسم اللي إحنا نمشي فيه. كان في هناك تواصل ما بين القيادة الفلسطينية الموجودة في تونس كمنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن أول مرة ما كنا عم ننتظر بتوجيه من القيادة في الخارج. نداء رقم واحد أنا شاركت بتوزيعه، كان كأنه ينزل الدستور القانون اللي بيلزم الكل بدون ما حدا يحكي. كانت البيانات توزع بكثافة وفي كل مكان في كل شارع. كنت حامل كمان مرة، كنت عاملة ألتراساوند لأول مرة وقالوا لي إنه في ولد، فحطيته أنا بشنتتي الصورة هاي، ونزلنا بالليل بدنا نوزع المناشير بالمناشير بشنتتي، فأنا بطول واحد واحد، لأكتشف لما رجعت للبيت إنه التقرير اللي هو عملته الألتراساوند راميته كأنه واحد من المناشير اللي راميته. أنا شوي شوي بديت أفهم مع العمر شو يعني كان بيسوي وقت الانتفاضة الأولى. كان في إشي مميز بالانتفاضة الأولى، إنه كان في حراك مجتمعي كبير من كل أطر المجتمع، سواء الشباب، العائلات، الاتحادات، الجامعات، السياسيين مش سياسيين، كل الناس. אני חושבת שהממסד הישראלי היה בשוק טוטלי עם פרוץ האינטיפאדה, כי לא היה מוכן לזה. אז עוד חשבו שיש לנו כיבוש נאור ושיש לנו, שהכל בסדר ושום דבר לא יקרה בשטחים. Saturday morning in the Gaza Strip, and the Israeli army had just arrested a suspect. The Palestinian spotted a television camera and in Hebrew started protesting his innocence. Under the controversial policy of subduing protesters, Israeli soldiers can use force against those who resist. In this case, the suspect was taken almost but not quite out of camera range. Dragged back outside, his face told the story of his punishment. The kind of beating the Israeli army said yesterday will be administered only in extreme cases.
Last night, Israel's defense minister, Yitzhak Rabin, threatened to take tougher measures against the protesters. Mr. Rabin warned that Israel was determined to impose order, even if the steps are painful. I hope that the people of the Gaza Strip will realize that the longer the disturbances will be continued, the greater there will be their suffering. Israeli troops sealed off two refugee camps, poured more combat units into trouble areas, and warned ringleaders will be deported. القيادة الموحدة في الضفة بعثوا لغزة إنه خذوا احتياطكم لأنه هناك اعتقالات واسعة في بين أعضاء القيادة الموحدة في الضفة. قبل ميلادي بأربع أيام جمال اعتقل. طبعاً كامرأة يعني حامل منخطط كيف بده يحضر معي الولادة، بده يكون موجود معي يساندني، بعدم وجوده معي وإنه موجود بالسجن كمان هذا عامل نفسي كتير كان أثره سيء علي، وخصوصاً يعني تجربتنا الأولى لسه ما غابت من الذهن. بقرأ الجريدة بالصبح وفاجأ أنه العنوان الكبير في الجريدة القدس إبعاد 8 فلسطينيين من الضفة واسم جمال أول واحد. يعني وكأنه انتزع شيء من جسمه الواحد يعني. بعد فيش أمل يعني فيش إمكانية للعودة فيش إمكانية إنه أنا نعاود نلتم كعائلة. كان واقع الموضوع كتير كتير صعب. The Palestinian Intifada or uprising has now lasted 8 months. Well over 200 Palestinians have been killed and 28 deported. Since conquering the West Bank and Gaza 21 years ago, Israel has deported 1,232 people. Some were militant activists, but there were also many teachers, doctors, lawyers, journalists, the natural leaders of the Palestinian community. شكلنا إحنا كنساء لجنة كأهالي مبعدين. دائما النساء في تجمعات هم الأكترية. الرجال بنسبة أقل على اعتبار إنه يعني عدد منهم محبوسين أو شهداء. في عندهم 30 أطفالهم. صار تقريبا في كل مجالات المشاركة السياسية كانت النساء جزء منها. المرأة انخرطت في النضال الوطني منذ بداية القرن الماضي ولكن كانت وجودها هو محدود. إحنا كمجتمع فلسطيني سلطة فيه للرجل والأكبر سناً. لما تروحي للقرى النساء ما بيشاركوا لأنه في فصل ما بين الذكور والإناث. ما بيقبلوش يخلوا النساء تشترك في عمل مشترك. فكانت الفكرة إنه إحنا بدنا انخراط أوسع للنساء. Thank you.
كل فصيل شكل الإطار النسوي. هذا الإطار النسوي كان هو للعلن عمل اجتماعي، بس هو في الحقيقة وفي الباطن هو عمل سياسي تنظيمي بحت، اللي هو الروضات، مشاغل الخياطة، تعليم النساء تريكو، تعليم النساء الطبخ، التعاونيات، هذا كان اللي للعلن. Women who've been playing an increasingly active role in the Palestinian uprising carried the outlawed flag of the Palestine Liberation Organization and taunted Israeli soldiers. المرأة الفلسطينية كانت موجودة على مستوى الشارع بشكل كبير، لم تشهد له الثورة الفلسطينية مثيل. كل إطار جماهيري نسوي كان بيعد عضويته بالألاف، يعني لجان عمل نسائي أذكر كنا وصلنا 10,000 عضوة. كانوا لسه الإسرائيليين مش عاملين حساب للنساء الفلسطينيات. Soldiers firing tear gas into the crowd moved to break up the march. النساء رفعت شعار إن للحرية مدخل واحد لا يمكن تجاوزه، لا يمكن أن نتحرر إنه نكون نساء إلا في ظل وطن متحرر، ولا يمكن إنه نتذوق طعم الحرية في وطن محرر من الاحتلال ولكننا مستعبدين من قبل الفئات الأخرى في المجتمع. اعتقال عدد من الذكور أعطى مجال للنساء ليكونوا في مواقع قيادية. ربيحة دياب كانت هي عم بتقود منظمة فتح، مش سهل كان عليها في حزب كبير زي فتح. بفتخر إنه أنا حوالي سنة ونص قدت الانتفاضة تقريباً لحال. كانوا يجوا عرم الله من الشمال، بدنا كذا كذا كذا، وشو رأيكم في كذا؟ يعني مثلا نحكي لهم غذولكوا ساعتين عشان نسأل الأخوة في التنظيم، وفشي من الأخوة. كانت القيادة الوطنية الموحدة بدها تقول إحنا في عصيان مدني، إحنا بدنا نقول لا للاحتلال، فبالتالي كل القطاعات لازم تضرب. The new young leadership of Palestinians has begun a series of non-violent strikes to bring the economy to its knees. How do the merchants know when to go on strike, when the shops are supposed to close? We was closed every day when the Intifada, the head of the Intifada said that we have to close. By a piece of paper, they sent it to all of the people here. It's an economic movement. We are not fighting by weapons. Any visit to Ramallah, Bethlehem, or East Jerusalem these days reveals a uniform general strike by Palestinian shopkeepers. كان بيصير تكثيف للعمل لإنهاء الاحتلال. جزء من العملية مقاطعة منتجات الاحتلال. مين اللي كان سباق لوجود البديل؟ الحركة النسوية والأطر النسوية. Un peu partout dans les territoires occupés, des coopératives de productions agricoles se sont créées. Généralement, elles sont gérées par des femmes. نساعد النساء لعمل مشاريع. ربطة.
كنت أمسك ماجد في الحمالة هاي واللي هي يمكن في هذيك الفترة ما كانش في حدا في غزة بيحمل ابنه فيها، أحمل ماجد نروح نزور النساء. الامرأة اللي بتتابع هذا المشروع بتصير قادرة وبتقويها، بتخليها تخرج من النمط التقليدي اللي هي موجودة فيه، إنها بس كست بيت وتدير بالها على أولادها وجوزها لا، هي صارت هي كامرأة بدها تجيب الدخل. كان في هناك استغلال الموارد الفلسطينية عندنا وتقليل الاعتماد على المنتوجات الإسرائيلية. האירועים בשטחים פוגעים בעת האחרונה במגזרים שונים של המשק. תושבי השטחים אינם רק קנייה לא מבוטל, וכ-90% מן הסחורות הדרושות להם הם קונים בישראל. ופגיעתם של האירועים האחרונים מורגשת בספרי המחירות שלהם. היום המחירות שלו ירדו לכדי 8-10 טון לחודש במקום 100-150 שהיינו נוהגים לשווק בשנה שעברה. Keep towns and villages shut up after sundown, and sometimes all day. All schools and universities have been closed by order. There have been electricity, water, and telephone cutoffs to entire villages. Refugee camps had been under curfew for as long as 2 weeks. Palestinians weren't allowed out of their homes without army permission. بذكر تماماً في غزة كنا نروح على المخيمات الفلسطينية بحجة توزيع الخبز. في كل ربطة خبز كنا نحطها، كنا نحط نزق هالبيان فيه. المطالب فيها واضحة. صار في تشكيل لجان من المدرسات في المناطق مشان يعلموا الأطفال. It has become the most powerful word in the Palestinian vocabulary. الانتفاضة. And this classroom has become an arm of the uprising. The Palestinians are setting up clandestine classrooms. كان باستمرار بتم تنسيق مع الأطر النسوية في المنطقة لعمل أيام طبية. كل إشي هلأ في مشكلة مع الحكومة، تعليم، صحة، في لجان محلية بتنظم. كانت الأطر النسوية والأطر النقابية تعمل محل حكومة بتدير حياة الناس كلها. بدينا في طريق إن نكون أحرار. كان في قناعة عند الناس إنه هذه الانتفاضة رح توصلنا لحل. A leadership has emerged. To the outside world, it is a shadow leadership, insisting on anonymity, but inside the territories,
They are developing a grassroots government. What is going to happen when you create something that is more and more like a government? I'm sure they're going to look for activists to break down these committees. The Israeli defense minister has announced yet another crackdown on the so-called popular committees. The new Israeli measures would expose any Palestinian who attends a committee meeting to a possible prison term of 10 years. The Israelis are targeting every Palestinian effort to create parallel institutions in the occupied territories, anything which could circumvent Israeli authority, anything which could prove to be so much as a seedling for an independent Palestinian state. اجوا يعتقلوني الساعة 12 بالليل. قال حط الولد. قلت لهم كيف احطه؟ فيش عندي حدا يعني. اخذوني على سجن تلموند اللي هو السجن الخاص بالنساء السياسيات. وبلغوني انه انا معتقلة اداري لمدة 6 شهور. كل تفكيري كان في مجد وين؟ لو في وراها بيبي بيرضع موجود بالبيت بس امي وابوي، امي حوالي 60 سنة، شو بدها تعمل مع طفل يعني؟ شو كيف بدها تقوم بكل دور الأمومة؟ صار زيارة لإلي بعد 2 أسبوع بالضبط من اعتقالي. فأنا من حد ما شاف ابني شافني فيا حرام هيك مبسوط يمد ايديه ويضحك انه انا شايفني بده احلم، بتعرف 6 أشهر يعني واعي شوي. ويضحك ومبسوط طبعا انا بهذا الوقت طلبت انه انا ام بدي احمل ابني. طبعا المجندة رفضت قالت ما بقدر والقانون ما بسمح، فصار ابني عارف واضح واعي انه مش قادرة انا احمله. فانا دموعه عم تنزل هو عم بضحك ومادد ايديه، يعني انت تشوفي ابنك بضحك وبيبكي بنفس الوقت بقطع القلب يعني. احنا بلشنا بالضفه بنعمل حمله نسويه وحمله جماهيريه وحمله سياسيه لاطلاق سراح نائله. للاسف بعد 10 أيام بلغنا من خلال محاميتنا لقيت سامل انه الاحتلال وافق على ادخال مجد على السجن. وافقوا على إدخال الطفل على مضض قبلنا لأنه ما كان سهل كمان أنه طفل يتربى بعيد عن أمه وعن أبوه. لسه لو كان أبوه بريت السجن كان يمكن اخترنا أنه يكون بريت السجن مع أمه أو هم اختاروا هيك. تتخيلوش قديش كان صعب هو عملية وداع. ولا مرة سمعت القصة بشكل كامل أنا. سمعت أجزاء منها من ناس مختلفة. مثلاً رواية عمي اللي وصلني على السجن، أو رواية ستي كيف انهارت على باب السجن لما سلموني للجنود. كان ابني هو الطفل الوحيد اللي بالسجن. قديش كنت بحس المعاناة في عيون الأمهات السجينات التانيين، كلهم عندهم أطفال.
علاقتنا في داخل السجن كتير أخوية وكتير قوية، لأنه إحنا في النهاية منعرف إذا ما تعاضدنا مع بعضنا البعض فإحنا منفقد إنسانيتنا، يعني قوتنا بوحدتنا. كيف طريقة معاملتهم لمجد لما نطلع على نسميها الفورة اللي هي النص ساعة في النهار؟ الكل حدا بده يمشطه، حدا بده يعمله، وحدا بده يحمله. كلنا نتسابق إنه مين اللي بدي حفظه، مين اللي بدي دلله، مين اللي بدي لعبه، مين اللي بدي كغيله. فأنا طلع لي مرة إني أحفظه، فهذا كان بالنسبة لي شيء حلو كتير. أصير كله في شعري يلا تعال، بس أوقف له هيك أمس 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 كل شعر شوي. تتعلم المشي. كل واحد فينا اتخيلت انه ابنها. طلعنا من السجن كان عمر مجد سنين. مجد عملي يلا قول جمال شو جمال. زتوت زتوت زتوت. من اليوم الأول بلشت أحاول إنه أسافر، يعني صار عندي إنه لازم نسافر مشان نشوف أبوه. استقريت بالقاهرة من أجل أن أكون قريباً. كان الهم اليومي هو هل نستطيع أن نعيش كأسرة؟ المشهد الوحيد الذي تعرف به مجد على والده علي من خلال يعني صور الفيديو لحفلة الزواج. كانت نائلة تحاول عدة مرات إنها تسافر وبرجعوها. وصلنا فيها لتقريبا كل المؤسسات الحقوقية والقناصل والسفر اللي بتل أبيب وبالقدس. كان في مشاركة مع كثير من القوى اللي كانت في إسرائيل إنها ضد الاحتلال. Good afternoon and welcome to this first rally of Israeli Palestinian women solidarity. From Jerusalem we demand peace. אז לתוך החברה הישראלית היו הרבה מאוד אנשים בסולידריות עם האינתיפאדה. היה לנו שיתוף אינטרסים מוחלט עם אותם צעירים בשטחים שרצו לחיות בחופש. Plusieurs centaines d'Israéliennes manifestent, grappes humaines, vêtues de noir, elles veulent porter le deuil de la justice, bafouée selon elles par l'occupation israélienne. احنا كمان اعتبرنا في هذاك الوقت انه ساحات النضال مختلفه. في عندك ساحه اللي هي احتكاك مباشر مع الاحتلال، وفي عندي ساحه ثانيه اللي هي المستوى العالمي، وفي عندي الساحه الاسرائيليه، فبدي اشتغل على كل هذه الساحات. نحن بخوخنا كان واحد من المقترحات كان انه خلينا نعمل مؤتمر نسوي فلسطينيين واسرائيليين. רצינו לעורר זעקה בקרב נשים, תראו מה קורה, תראו מה קורה לנשים, כאישה לאישה, זאת אומרת, איך את יכולה לעמוד מנגד כשקורה דבר כזה? נאיל עייש חקית في هذاك الوقت كلمة باسمي وباسم طفلي مجد
الذي يردد كلمة بابا دون أن يعرف ماذا تعني. وباسم عشرات آلاف الأمهات والزوجات من أبناء شعبي اللواتي خبرن جيداً كل معاني الحرمان والبعد. أيتها المرأة في كل العالم، أيتها الأم الإسرائيلية، ضاعي في جهدك من أجل رفع الظلم عن أبناء شعبي حتى يعيش ابني وابنك وكل الأبناء جنباً إلى جنب. A crowd of several thousand, mostly women, marched from Jewish West Jerusalem to Arab East Jerusalem. تأكيد على إنه أرض فلسطين هي أرض لدولة دولتين لشعبين. U.S. Secretary of State James Baker in Israel to launch the Middle East peace process. Washington hopes to hold a Middle East peace conference by October the 31st. التحرك الأمريكي اللي صار من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان هو هذا نتيجة. يعني لو ما كان في انتفاضة ما كان هم سعوا لهذا الموضوع. بيكر في ذلك الوقت كان همه يسمع إيش هي القضايا التي يمكن قبولها والتي لا يمكن قبولها على الصعيد الفلسطيني. Faisal Husseini led the Palestinian group. They said Jewish settlement of the occupied territories must be stopped. الوفد الفلسطيني كان موقفه بعدم البدء بالمفاوضات دون وقف الاستيطان. وتم إعلام بيكر وزير الخارجية الأمريكي بأنه يعني هذا هو موقفنا ولا عودة عن هذا الموقف. Baker, go home! Baker, go home! Jewish protesters shouted Baker go home, unhappy that the Secretary of State was meeting Palestinian leaders at all. Shamir rejected an American idea for talks with Palestinians. كالعادة يعني إسرائيل في عندها تمنع عندها شروط فيعني كان هناك ضغط أمريكي بقرض أو منح بتمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل. The Bush administration says the Israeli government is threatening efforts to arrange an Arab-Israeli peace conference. Tomorrow, Israel will formally ask the U.S. government for $10 billion worth of loan guarantees that would require the U.S. to put up hundreds of millions of dollars in cash. الفريق الفلسطيني كان فعلا واضع أن الاستيطان هو العقبة الأساسية أمام عملية التحرر والمفاوضات، وبالتالي كان في عنا تخوف بأنه القرض اللي بدها تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل 10 بليون دولار تستخدم لصالح الأعمال الاستيطانية. ولذلك طلب من جيمس بيكر بأنه الولايات المتحدة توقف تقديم هذا المبلغ. President Bush showed his anger and frustration with Israel and its supporters. The president is worried that Israel will use a $10 billion guarantee right now to increase the number of settlements in the occupied territories. That, he said, would ruin plans for a Middle East peace conference. What's important here is that we give this process a chance. Nothing should be done that might interfere with this prospect. And if necessary, I will use my veto power.
the fate of the peace conference could depend on the outcome of the battle. Give the aid, and the Arabs could pull out, accusing the U.S. of favoritism. Don't give the aid, and the Israelis could pull out, figuring they had little to lose. صار عمر مجد سنتين وإحنا مش عارفين نطلع. وكان طرح من خلال المحامي الطريقة الوحيدة اللي ممكن إنه أنا أسافر فيها إنه أسافر لمدة سنتين بدون عودة، بمعنى إنه أوافق على إبعاد ولو مؤقت مدته سنتين. أنا ضد إنه أي حدا يكون تحت ضغط وأي شرط من الاحتلال الإسرائيلي. في زملاء إلي بالجامعة أو في ناس بعرفهم كتير وقعوا على أوراق وما قدروا يرجعوا، بالذات لما صارت معنا إلي، يعني كتير كتير هيك حرقت قلبي من جوا إنه بديش إنه يصير في عليها نفس القصة إنه ما تقدر ترجع. احنا على ثقة، يعني كان هدف اسرائيل دائما تفريغ الوطن من الناس. ما كان سهل بالنسبة لي لانه هاي المبدأ مرفوض. لكن كل المحاولات ما زبطت، ما كانش قدامنا غير هذا الحل واللي وافقت عليه بصعوبة. كانت أصعب اللحظات بالنسبة لي هل سيتعرف علي مجد عندما أستقبله في مطار القاهرة أم سينظر إلي كأي شخص آخر؟ سعادة كبيرة إنه نكون موجودين كعيلة لأول مرة تحت سقف واحد. بس مش السعادة اللي إحنا بدنا إياها. هذه سعادة منقوصة، يعني إنه هذه سعادة إحنا بدنا نعيشها في بيتنا، في بلدنا، في وطننا، مش حسب وين بده ينفرض علينا إنه نعيش. لما طلعنا لمؤتمر مدريد يمكن كنا شاعرين إنه في نتاج. عقد مؤتمر مدريد كان بيمثل بالنسبة لنا نوع من الانتصار، إنه وصلنا لمرحلة إنه العالم يجتمع من أجل إنه يحكي في قضية فلسطينية.
ولكن بنفس الوقت كان في حالة من القلق والترقب من خوف من التنازلات اللي ممكن تصير وتحديداً من مدى إيجابية الموقف الدولي في الضغط على إسرائيل لقبول شروط. Negotiation and compromise are always painful. We must fix our vision on what real peace would bring. في تلك الفترة إسرائيل كانت ترفض الجلوس مع منظمة التحرير بشكل مباشر. إسرائيل كانت تعتبر إنه هذه هي منظمة إرهابية فلسطينية. كان في ضرورة أن يكون هناك وفد من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. We are by necessity a people's delegation coming together from different professions and walks of life. We are determined to begin serious deliberations towards a just, lasting and comprehensive peace in the Middle East. إلنا كل الفخر إنه إحنا وفدنا الفلسطيني كان في نساء يمكن وكان هذا ميز الوفد الفلسطيني. دكتورة حنان عشراوي كمتحدث باسم الفريق. أنا كنت بالهيئة التوجيهية للفريق المفاوض. James Baker, you had spent a great time organizing this historical meeting. Where are we going after? Well, we reconvene tomorrow at 10 o'clock in the morning. Thank you. The Norwegian government shocks the world. For months, it seems, Foreign Minister Holst has been secretly hosting direct talks between the Israeli government and the PLO. The official negotiators had no idea secret talks were underway. Fewer than a dozen people knew. طبعا احنا تفاجأنا فيها لانه سمعناها زي ما سمعها الجميع يعني على عبر وسائط الاعلام. نحن المرأة عملياً غابت عن الوفد المفاوض، غبنا عن الطواقم الفنية. كيف فكرت منظمة التحرير تعمل وفود تفاوضية بغيابنا؟ لما بشوف الواحد إيش اللي كان مطروح في ذلك الوقت وشو اللي وصلنا إله من خلف المفاوضات، فعلاً بيحزن الواحد على هذا الموضوع، لأنه أوسلو جاءت بأقل بكثير مما كان مطروح على طاولة المفاوضات. كان نتاجها طبعاً مجيء القيادة الفلسطينية إلى داخل الوطن، بدت يعني تتشكل سلطة وطنية فلسطينية. بدأ يعتقد في العالم إنه خلاص الفلسطينيين والإسرائيليين هيهم بدوا مفاوضات وأكيد رح يصير في حل. ولكن الاحتلال ما زال قائم وموجود على الأرض الفلسطينية ويمارس إجراءاته القمعية ضد الشعب الفلسطيني. אף אחד לא יודע כשחותמים על ההסכם מתי ישראל נסוגה מהשטחים, מתי תהיה עצמאות פלסטינית. שום פרמטר בהסכם הזה הוא לא סגור. וזה היה אסון. Instead of seeing moves to speed up the peace process, Palestinians see an Israeli clampdowns. The checkpoints have taken away their freedom of movement, and they see all of this as a giant step backwards. The Palestinians complain the peace process only seems to bring more suffering, not the promised prosperity. They resent the fact that Israel still keeps its borders tightly sealed. المفاوضات كانت نجاح لإسرائيل.
إنهاء الانتفاضة كان نجاح لإسرائيل. ما كان لازم تنتهي الانتفاضة إلا بعد تحقيق هدفنا. سمحوا للفوج الأول من المبعدين إنهم يرجعوا. وكان جمال من ضمن الفوج اللي رجعوا. لما دخلنا إنه بتحسي إنه في إشي مميز، أنا طبعاً مش فاهم إيش هو، بس في إعلام وفي ناس وفي ناس بتغني وناس بتغني جوا الباص وناس بتغني برا الباص. هلا بعدين الواحد بمر وبتعلم أكتر، بقرأ أكتر، بشوفش إنه كتير كان إيجابي مرحلة العودة على الضفة وغزة. بعد ما كان يفرج عن هؤلاء الذكور، النساء تكون هي قطعت شوط، لكن كأنه مطلوب منه إنه يرجع محله وهي تتنحى عن هذا الموقع. إحنا المرأة عملياً غابت عن كل استعدادات للسلطة والتحضير إلها. بنمثل 50% وأحياناً أكثر من 50% في المجتمع، فإذا مجتمع 50% منه ما بيشاركش في القرار، معناته مجتمع مشلول، عنده شلل نصفي، نصف انشل. إحنا النساء شعرنا بخيبة أمل كتير كبيرة بعد مجيء السلطة، لأنه لم يعطونا حقنا. يعني بالانتفاضة الأولى النساء مش فقط أدوات بتنفذ هذه المسائل، لا، كمان النساء قادرات يكونوا جزء من هذا القرار اللي عم يصاغ من خلال الرجال. منتفاجأ مع وصول السلطة بال94 إن المرأة تحتاج إلى وصي حتى يطلع لها باسبورها الفلسطيني. طب ما هي ناضلت، كانت من الأسيرات ومن الشهيدات، بالآخر بدها تصفي، بدها وصي. صار تغيير للقيم، في كتير منهم شعروا إنه أحسن خلينا ناخد جانب، لأنه اللي بصير مش تبعنا. كنت أنا مديرة مؤسسة اسمها مركز شؤون المرأة، وجزء منها هي يكون عندهم دخل أسري ومشاركتهم في الحياة السياسية. نائلة وأنا وكثير من المناضلات من كافة التنظيمات اضطرينا أنه نلتقي في شوارع رام الله وشوارع غزة وإحنا ناضل ضد السلطة الفلسطينية. لكن ما كان في كتير أذن يعني لهذه المسألة. قالوا لهم إنه تخلص دوركم. الأخوات والإخوة، إن ما يواجه شعبنا من تحديات يحتم علينا جميعاً أن نتوحد. Israel announced this week it would build 900 new homes in this Jewish settlement and would approve planning of about 2,500 more. أنا بآمن إنه الاحتلال زائل والنصر قادم، لا محال. مش هنسكت، لا أولادنا هتسكت ولا الأجيال اللي بعد أولادنا هتسكت. إحنا شعب جيل بسلم جيل راية النضال، ولازم نضلنا ندافع لحد ما نصل لحقوقنا. فدفاعنا عن حقوقنا
يعني دفاعنا عن حقنا في التكميل في استكمال المشاركة لإنهاء الاحتلال. يعني كذلك دفاعنا عن المساواة في الحقوق والواجبات وليس الإقصاء والتمييز. إحنا جزء من قضية نضال الانتفاضة الأولى، كانتش بس ثورة ضد الاحتلال، كان في إشي اجتماعي بتغير بطريقة غريبة. هي جزء مني. أنا بفتخر بكل تفاصيلها.